مرحبا، كيفكم رفقاتنا؟ ان شاء الله بخير منيح. رجعنا لكم فيديو جديد مع تحدي بيس 2023، انا وعموري، لنشوف مين راح يربح. تابعونا حتى تشوفوا وتعرفوا مين راح يربح. انا وعمار، انا راح اختار منتخب ايطاليا. لحظة، خد انت على اليمين. ايوه، انا راح اخذ ايطاليا لنشوف عمار مين راح ياخذ. عمار مين راح تاخذ؟ مين راح تاخذ؟ عندي صوت. هاي اخذ مين؟ البرازيل. يلا، ما قوية قوية البرازيل، قوية قوية. انت ما بتعرفي البرازيل لسه؟ البرازيل قوية وايطاليا كمان قوية، بس لنشوف مين راح يربح. انا بحب ايطاليا، بشجع بابا. ايطاليا ابو هلا طلع بتشجعني وانا بربح عليك. في كثير مشجعين هون باللعبة، انت لسه بتشجعين فيروق. يلا بابا، ما شفنا قطتنا ولا ربطناها. ما بده، انت خسران خسران. عمار عمار ما في داعي تعذب حالك بالخطة. لا بابا، ماني خسران. لا خسران، هلا شوف شلون. هلا بنشوف اذا خسران ولا لا. لا لازم نظبط خطتنا. ما في داعي تظبط خطتك. يلا بلش، انت اصفر البرازيل وانا ازرق ايطاليا. يلي بيخسر بياكل اكلة. هيا اول جول. يا حرام، عندك حارسك ايديرسون. مو قوي حارسك، حارس ايطاليا دوناروما اقوى. بس عندك هجومك قوي. يا حرام، عم بيصد منيحة. عندي جونيور هجوم. عندك جونيور هجوم ونيمار، بس ما بيساوي شيء. عندي حارس قوي. اثنين ما بيكفوا. ما بيكفوا اثنين. هاي عندك مين؟ هذا رافينيا، هذا لعب برشلونة. هاي ريتشاردسون، معقول جيب جول علي؟ مستحيل. لا انا هاي مستحيل. يلا هي هجمة مرتدة، بس عندك دفاع كتير. خمسة دفاع؟ قول والله. ايه خمسة دفاع عندك. ما بصير كسرته، اخذت ضربة مباشرة انا. لا هلا ما يخليك تجيبها. هلا يعطيك بطاقة صفراء، هلا بيعطيك حمراء كمان. لا ما يعطيني حمراء. لا مين حط لك الشوطة؟ لا حط هذا، خلصنا. لا ايموبيلي ضعيف. لا. انا بلغريني، فيراتي، بونوتشي، فيراتي قوي. أو رحت لك فيراتي، شوف شلون اجى الجول عليك. ما صرت تحط اللاعب عندها. شوف الجول، شوف الجول. يا حرام، كانت جاي بالزاوية الصغيرة، شلون جاب حارسك؟ ما بعرف، إلي ضعيف، أنت طلع قوي. مو قوي كثير، بس هو حارسي أقوى. هو قوي يعني؟ قوي بس مو كثير، بس حارسي أفضل منه. هاي بيراردي. ما رح يخليك تجيب، عندي أكثر منك دفاع. شوف عندي كيزا، شوف ايموبيلي. يا حرام، ما بصير تكسر كثير. ها انت، ما بيعطيك بطاقة حمراء. ما بصير، ضربت لي لاعب، شو ما كسرت؟ ها مكسر واحدة، ما بصير تكسر كثير. بس هذا اسمه تكسير فاول. جونيور وينه؟ جونيور عندك على اليسار. ايه بس ما عم بشوفه. لاني مالك منزله، يمكن الشوط الثاني نزله. اه طيب. ابعاد الكرة مطلوب هنا. عم تدافع كثير. ما بدي اخليك تجيب كوره. ما بصير دافع كثير، خايف لان بتعرف حالك ما بتعرف تلعب. بعد حالي بعد ما بتعرف تلعب كثير، انا بلعب اكثر منك. ايه والله، جونيور برا احتياط. جونيور برا احتياط، ليش عم تحامي؟ بعد 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 ما بصير. ياي اخذ الكاسباجيتا. شوف يا الله، قوي عنده نيمار. ايموبيلي شوط، يا حرام عالية كثير. شو ها طالت؟ ده دوري الشوط. شوط لعب بابا. استنى، عندك دفاع كثير. طلع الشوط الأول. نزل الشوط الأول جونيور. ده الشوط الأول؟ يلا لنشوف. بس سيطر الأهلي، طلع عنا 58 42. لا جونيور ما نزل. ايه نزل كوستارت ونزل جونيور. وبروح ايه بيروح عندك لاعب، بيروح عندك تبديل. ما رح تبديل؟ هذا ضعيف عندي. أنا ما راح أبدل حدا، كلهم منيح. عندي باريلا قوي كثير، رح أقربه شوي لقدام بس. وبلغريني كمان رح أقربه شوي. رح أحطه هجوم أي إم إف. وراح نبدل باريلا، احطه اي ام اف كمان. خلي فيراتي وحده وين الحارس؟
جونيور عندك وينه؟ يمكن منزله؟ يمكن منزل؟ ما منزله. طلع على فوق شوف الخطة. ما في وينه؟ ما هون. ما في جونيور نزل؟ ما عندك فينيسيوس جونيور زي كمان لا شوف واقف شوي شوف. ما في جونيور. ليش؟ ما عندك جونيور، ما هو نزل بالخطة الجديدة. بيكون مصاب أو أنت ما نزلته من الأول. كان لازم تنزله باللعبة الاحتياطية. يلا اطلع من الألعاب لنشوف مين بده يربح. عدل هذا. يلا. بدي الرافينيا حط بداله واحد قوي يلا هذا بيعرف؟ ايه بيعرف يلا وهذا هذا ما بعرف هذا حط كوتينيو بداله يلا يلا جاهز؟ هذا يلا اطلع منه بعد يلا بلش ايه. من عندك اول شيء انت بتبلش طبي معك ها يلا هلا بهجم عليك انا اجيب جول بسرعه عشان ما اضل امزح معك ما اجيب جول خلي يخسروا فورا لعيبه ايطاليا الشرويين وقطع الطابه شوف 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 ايطاليا سريع شوف 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 هاي جول جول يا حرام ما هي بعيده جنب الجول ما بصير بعيده جنب الجول فخسرك مثل ما خسرت تاليا صارت تالية 3-0 بس انت لهلا ما احسنت خسرك اذا تمنا تعادل بنلعب شوط اضافية بس ما بصير نضل تعادل لازم اخسرك انت ما بتحسن تخسرك صح معقول جيب جول علي؟ ياي عندي دوناروما شوف هجمة مرتدة يا حرام قطعة يلا بسرعة يلا باريلا أنا ما بخاف على أسرع لعيبتي أسرع يا حرام أخذها لاعبك مني بلغريني لك ياهيزا وبطلع فيها حرام لاعبك أخذها عندك هذا ديانيلو قوي لعبي قوي اكثر من لعبه شوف شوف قرب ها يا حرام يحاول ان يلعب كره بينيه ابعاد الكره لازم اخليك تجيب جول اخر دقيقه واربح عليه شوف 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 يحاول تمريرها من بين المدافعين ما رايك احسن تجيب جول يعني انا لعيبتي بيعرفوا يلعبوا اكثر بس تعبوا تعبوا شوف هالجول شوفه 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 يا حرام لعبك شوف شوف يا حرام موبيلي ياي مسك لعبك حارسك مسك حارسك مسك يلا شوف ما بصير ما بغش شوف 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 لعبي شوف 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 بيراري هاي جول هاي جول ياي شوف يا حرام خلص الشوط الاول الثاني اشواط اضافيه ما في اشواط اضافيه ما في جيب جول يلا طابي معي ده خسرك انا مش هلعب جزائر شوف هاي الجول شوف الجول يا حرام دفاع بيراردي هاي جول هاي جول يا عم بتشيل دفاع كثير عم تلعب كل لعيبتك دفاع هلا بدي ابدل لك خط الوسط كله وانزل لك لاعبين جدد عشان اخسرك يعني عندي لاعبين تسلل استنى بدي ابدل انا تسلل وانا بدي ابدل انت ما صرت تبدل عشان تخسر لا اوكي عشان تخسر ما صرت تبدل بالضبط طب هات لاشوف انا مين عندي ابا و... عندي انا كلهم تعبوا انا يمكن كله انزل لك انسيني بدل كييزا وانزل لك برناردسي بدل بيراردي وجورجينيو بدل فيراتي وبيلغريني انزل لك بداله مين في عنا بدك تبديل قوي في عنا لوكاتيلي وعنا كريستانت في عنا سلا كريستانت لا ما بحكي عن بدال
بدل. يلا جاهز؟ انا جاهز. دي لورينزو ار بي. مين عندنا بداله؟ عندي فلورنزي. انزلك فلورنزي. هاي فلورنزي. يلا نزلت لك. انا خلصت. هلا العب مهاجم. حطيته لما بزيت مزبوط، بس انت ما عرفت شلون تحطه. يلا عجل عمار، الوقت عم يخلص. خلاص راح تخسر. ليش؟ خسران. انا بدي اخسرك لان انا اقوى منك. طيب ما بدك عشان تخسرني. يلا بسرعة عجل، تأخرنا. خلص عجل. يلا اطلع. يلا ها عشان الحق اجيب جول عليك. هو قلت لك اياهم الله احسن اجيب جول. يلا ها. شوف دوناروما، شوف هي اول جول. هي انسيني، جبت لك انسيني سريع كثير. ما بصير هيك ضرب، وهذا ضخم كثير لاعبك. سيني قصير ولا عيب؟ ما بصير، ما خليته يرفع. فورا ضربت تسلل. خلص الشوط الاضافي الاول. هلا هجمات لالي 62 سيطرة وسبع هجمات. انت بس هجمة واحدة. لا ايه ما هجم غير هجمة واحدة. ما تعبت، ما عم توصل على الجول انت. مستحيل اخليك تجيب جول، بدي اشيلها لجوا فورا طابه مشان ما تجي لعندك. هاي كريستيان برناردسكي. هاد برناردسكي شوف يا يا يا. ما بصير تجيب جول يعني. لا اربع ما بصير. شلون بدي اربع حنا عليك اذا جبت جول؟ لا شوف لحقت حالي شطت قبل ما ياي. ما بصير، ليش هيك ضربنا للاعبي وما اعطاني فاول؟ ياي خلص الوقت نلعب جزاء. لا 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 هلا بخسرني بالجزاء. ما بصير وهيك. شلون بدك تخسرني هيك؟ انا العب جزاء هلا بخسرك بالجزاء. صدر لك ياهم حارسي اقوى منك. تلعبي ثاني جزاء مع عمار؟ يلا العبي. يلا انا ايطالي اول شيء بشوط انا هاي الضربه، وبعدين ركلات ترجيح. من يحسب الامور؟ من يفوز؟ من يخسر؟ ياي ما بصير، شفتها ما بصير تشوفها. وين بدي اشوط؟ ما بصير هيك تصد لي اياها. تخلي اعطيها ثالث خسرها. تعي ثالث يا خسري لعم، خسري لعموري. ورجي شلون تلعبي. ايه يلا العب ممنوع حدا يخسرني، انا بخسر الجميع. لا فضلت من هالشيء انا. جبت جول. واحد مقابل صفر. خلاص عندي جول. خلصت تالي صدت لك اياها. ليش عم تبكي؟ عرفت وين؟ يا صدت لك بنتين؟ انت ما بتفتش وين فرتو يا شو؟ جول الثاني. لا انت شلون شفت اللي لي؟ انا بحط. انت ما تقبل صويره، ما تقبل صويره. ايوه. انت ليه صرت تبكي؟ هي ما غشتني. طيب يلا يلا كبيه خليه يشوفها. يلا شوتي على النص، شوتي على النص، شوتي على النص. معلش شوتي على النص. لا مو على النص شوتي. خلص هي صديتها. هي معلش مره قلت لك اياها. عشان تصيروا تعادل. طيب خليني ادخل طاقتين على المشهد عشان تعادل، عشان ما تغش الكاميرا. هذا ما بصير. اتخلى اذا صاروا. لفي 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 يا انت قويتها. انت جاي روح على التالية. الكل ربحان التالية. روح التالية عليك. رحت انا. رحت انا. لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس الاشعارات. باي. ورحت على عمان.